بالظبط كده. الفقره دي يا جماعه هنتناقش فيها. انا مبسوطه جدا بحلقه النهارده. هنتكلم عن زي ما قال فاروق الترند اللي انتشر على الفيسبوك الكام يوم اللي فاتوا، وهو مصطفى ابو تورته ونهال. للناس بقى اللي مش متابعه الفيسبوك الفتره اللي فاتت هنقول لكم دلوقتي الحكايه بتاعتهم. مصطفى ونهال كانوا اتنين المفروض ان هم مقري فتحتهم، ويوم الخطوبه ساب فجاه نهال اللي هي العروسه وسط الخطوبه ومشي. مشي ليه؟ قال ان هو خاله تعبان. مش بس مشي يا جماعه، هو مشي واخد التورته معاه. عشان كده اطلق عليه مصطفى ابو تورته والشبكه. قال انه الشبكه مش عارفه اتدلق عليها شربات فهنلبسها كمان شويه بلا بلا بلا. قعد يقول يعني اي كلام. ده الكلام ده على روايه نهال. اما مصطفى فكان ليه راي تاني. هو كان ليه اراء بصراحه. بالزبط. هو كان ان خاله تعبان عشان كده مشيوا. مش عارفه بصراحه، انا ما قريتلوش اراء تانية، بس عرفت ساره المعده الاعداد نسلم عليهم كانت بتقول لنا على كذا روايه هو رواها. بس انا بصراحه شايفه ان السوشيال ميديا زي ما ليها سلبيات زي ما بصراحه ليها ايجابيات كتير جدا. عشان احنا لو شفنا السيتويشن دي لو حصلت لاي بنوته ممكن تنهار، ممكن تدخل في اكتئاب تفضل فيه كتير جدا. بس السوشيال ميديا ساعدتها، واحنا اصلا شفنا هاشتاج اسمه اتبسطي يا نهال في سنترز كتير جدا، مراكز تجميل، اوتيلات، اوتيلات، محلات شوكليت، محلات تورت كيك. وبالظبط كل الناس عملوا لها هدايا. بالظبط. وما تزعليش، ما تزعليش نفسك يا نهال، احنا هنبسطك. فالبنت حتى انا سمعت لها دخل التليفون مع رضوى شربيني كانت مبسوطه. يعني انا مش حاساها هي في زعل طبعا، هي مش هتقدر تبقى مبسوطه، بس البنت واقفه على رجليها تحس ان هي مش منهاره لا خالص. انا لو جالي كميه العروض والهدايا دي عادي.